الشخصي المتواضع والتي أعتز بها هي معتزاز. وإن كنت أعتبر أن هذا العمل الذي بنا أيديكم ما هو إلا مساهمة بسيطة ومحاولة متواضعة لإغناء وحماية الذاكرة الإعلامية ببلادنا، أو كما قال عنها مقدم الكتاب الأستاذ صدق معنوي في تقديمه، وكذلك سوف أفعل في القادمين من الأيام. في الجزء الثاني الذي أنا بصدد إعدادي كان في العمر البقية وساعدتني ظروفي الصحية والمادية. ولهؤلاء جميعا أقول ما قال العلماء الكلام، ما لا يدرك كله لا يدرك بعضه، وما أكده فقهاء اللغة إذا تأتى الانتصار فلا يعدل عنه إلى